الآن هؤلاء التين أكثر بالتأكيد لديهم. أردت محادثتي؟ أنت تعرفين أن العالم شديد الخطورة بالخارج ومصدره ليس الروبوتات وحسب. أدعى أودر، وهذه حلبة تدريبي تعد أفضل مكان للتدرب في جانب الغرب المحظور. إذن ترى من سينتصر في القتال؟ أنت منقذة ميريديان وبطلة الشرق أم الصامدة سيدة الغرب؟ من؟ الصامدة محاربة تيناكث أسطورية سيدة السادة. سمعت أن التيناكث لديهم حلبات تدريب كهذه حيث يكتسب محاربوها قسوتهم. النخبة وحدهم يستطيعون التدرب مع الصامدة، لذا لأجد الصامدة سأبحث عن حلبات التدريب حين أعود. ستقطعين مسافة طويلة حيث التيناكث منقسمون إلى ثلاث، ثلاث عشائر وثلاث عواصم وثلاث حلبات تدريب. ستضطرين إلى هزيمتهم إن أردت التدرب مع الصامدة، إن لم يقتلك التيناكث عندما يرونك، لكن هذا سيحدث مستقبلاً. أما بالنسبة للحاضر، أقدم تحديات لاختبار مهاراتك في القتال. من سأقاتل بالضبط؟ أنت؟ حسناً، أعلم أنك المنقذة وما إلى ذلك، لكن اهزمي الآخرين كي تتحديني. هذه القواعد، نستخدم النصال الكليلة وسهام التدريب وحسب، وإلا سيصيب السكارى أنفسهم بشكل خطير. عليك ترك كل شيء ما عدا رمحك والسهام عند البوابة، لكن سأعتني بعتادك لا تقلقي. إذن ما رأيك؟ جاهزة للتدريب؟ ربما. هذا ما أحب سماعه. سريعة لكن تصد، لذا ادمجيها مع ضربات أخرى. ضربات تضر وتعيق صد الأسلحة، لكنها بطيئة وقد يهجم الخصم عليك. ضربات القوة صد الأسلحة كي تضر بالعدو، لكن بطيئة وتكشفك، لذا تمهلي. يبدو أن الرمح قصته يشحن بعد حدود الهجمات. تزيد ضربات الثقيلة سيشحنه بشكل أسرع. استخدمي هذه الطاقة، هاجمي عدوك لنرى كيف سيشحنه. تمهلي. هناك يحبون ألوانها.
أن هذا المعسكر بني لفرض إطلاق الأركاب. مرحبا. النورة تفوز. لا أعلم إن كان هذا ده. يبدو أن الرمح خصصه ليشحن بعد تسليم ضربات التخية سيشحنه بشكل أساسي. لم أرى فردة لكنني أكون بهيرة. تقني هذه الطاقة. هاجمي عدوك لنرى لو سيشحنه بشكل بغرض إطلاق حيث كذا سقط درعه. أطلقي سدد انفجارا لإطلاق ضرر. تخلصت من الروبوتات. أعتقد أنك إيلوي. لم أرى فردة هناك. أن هذا المعسكر بني بغرض إثارة الإعجاب. أريد كأسر آخر من تكون ألوان. أليس كذلك؟ النورة تفوز. الضربات الفردية سهلة، المحارب يقوم بجمعها. تدربي على التتابع كبداية. أجل.
دفاعي؟ أوقفي صد السلاح ثم ادفعيه بضربة مع التتابع. هيا، إن واصل خصمك الصد استخدمي ضربة ثقيلة لاختراقه، إما هذا أو اضربي من الخلف. لا تنظر هكذا. إن استمرتي بالضربات سيتفاداها الخصم. نوعي بين الضربات، لا تفعليها متوقعة. انتبهي لوقفة خصمك بشدة، خمني تحركاته، اختاري الضربة لاختراقه. إن السمك يحب ألوانها، أليس كذلك؟ روحك سيدمر الدرب، الضربات ستشحن روحك، أليس كذلك؟ ثم اضربي خصمك بضربة ثقيلة لتشهير درعه. كابتن رائعة للغاية. سيمنحك الرمح الأفضلية، اشحنيه ثم اشحني الأعداء. سيساعدك تنشيط الانفجارات على التدمير. أستسلم. أحسنت القتال، أحسنت. أنت بخير؟ أنا أستحق هذا لمواجهتي منقذة ميريديان. خذي مكافأة، شيء بسيط للبطلة الجديدة. شكراً أودورغ. لا تطيلي الغيبة، عودي عندما ترغبين في النزال.
لقد أتيت. مرحبا في أراضي الصيد. أنا إيفينا، أنا من ترعى الأراضي، أحرص أنها جاهزة للتدريب ضد الروبوتات، سواء استخدمها جنودنا أو جيراننا من أوتارو. مثل كارجا إذن؟ أجل، سمعنا أن هؤلاء الجبناء يدعون أن فكرة أراضي الصيد فكرتهم، لكن جنودنا كانوا يتدربون في أماكن كهذه قبل حروب العشائر. أراهن أن اختباراتنا تفوق ما تجرؤ قبيلة كارجا على مواجهته، فحتى صيادة ماهرة مثلك قد تعاني في تخطيها، لكنها مجزية. فوزي وسوف تنالين أشرطة، وهذه ستمنحك بعض الميداليات المتبقية من انتصارنا على قبيلة كارجا. وخذ الميداليات لحلبتنا عند البستان عاصمتنا. حراس الحلبة سيبادلونها معك لقاء أفضل الأسلحة لدى قبيلتنا. سأتذكر ذلك. سأذهب إذن، فهناك أراضٍ لأتفقدها، لكن ستكون مفتوحة لك دوما، فلتحمك العشرة. هذه أراضي الصيد خاصتك؟ أجل، جربي تحدياً وسنرى إن كنت على قدر شهرتك. انزلي وسأحسب وقت الاختبار. أمصال حول عينا، هذا جيد لحفظ الأمصال. أستطيع استخدامها في القتال.
الصغار الذين يأتون ليسوا أعظم الصيادين مثل ما يحكون عنك يا غريبة. انزلي وسأحسب وقت الاختبار. هلا نبدأ من جديد؟ انزلقي بالحبل لتبدأي. أتطلع لرؤيتك. يضر الحمد ذلك الروبوت. لديك المهارات، عليك أن تفخري بنفسك. اقفزي بالحبال وسنبدأ الاختبار. you
أظن أن هذه تلزمك. إذا دعاك الصيد سأكون هنا. أتقوين مهاراتك أيتها الغريبة؟